حاجه متربطه والابطال كلها في المسار الحركي او اي مسار. المهم الجرف الرباط ده لو عمل كده مني ما يتمسكش. لكن بالظبط انت بتعمل ايه؟ العربيه على 180 مره واحده. والا بتتقلب. اخطط ليه؟ واحد سنه سنه. ما اخشش ما ينفعش حد يخش البي ار من غير الاحمام. كده مثلا صح؟ لازم تسخن عشان تخش. التسخين بالنسبه لجسمك لازم الاربطه والاوتار الاول يشتغلوا ويجمدوا، بالتالي الارتباط ماسك من هنا لهنا فماسك الركبه من تحت الاربطه كلها جايه كده اللي هو رباط صليبي صح؟ ماسكه كده ده ماسك فين؟ هو ماسك هنا. لو ده اتقطع ايه اللي هيحصل؟ لا قدر الله العضله نفسها هتتحمل كده. انا بجمد الرباط اللي ماسك المفصل بالمفصل والاربطه بتاعته عشان المشاكل كلها بتيجي في الاربطه والاوتار. عمرك سمعت عن واحد صابونته اتكسرت في رفع عسكري؟ ها؟ يقول لك ده في غضروف، ده في مش عارف قطع في الرباط الداخلي، ده في مش عارف، مفيش الكلام ده. ايوه ده اول حاجه احنا بنحافظ عليها. نبدا نبني بقى الايه؟ العضلات، نجمد العضلات جزئيا. القاعده بتقول ايه؟ من السهل للصعب، من الصعب للمعقد. ما ينفعش انا اخش مع حد من السهل للمعقد. ما ينفعش. من البسيط للمركب. ما ينفعش اخش انا من مع الاسهل البسيط وانا داخل على المركب. اللي هو اخش كذا حركه في وقت واحد. او اخش في مسابقه وانا لسه مش جاهز للموضوع ده. انت بتجرب نفس المسابقه بتجربها اربع خمس مرات قبل ما تخشها. لا في واحد جاي في الاوبنز مثلا جاي من البيت دماغه متكلفه. شرب لك اسبريسو وجاي. انا هلعب. يلعب ما تشوفوش اسبوعين. ده فين؟ انا بس كنت تعبان شويه. ما انت لازم تتعب سنه سنه.